جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن الرضاع، فيقول رضع أخ لي من إحدى الفتيات، فهل يجوز أن أتزوجها أو تكون هي أخت لي أنا أيضا؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. إذا كان أخوك رضع من أمها أو رضع هو وإياها من امرأة أخرى وأنت لم ترضع، وهي لم ترضع من أمكم ولا من زوجة أبيك، لم ترضع من أمك ولا من زوجة أبيك وأنت لم ترضع من أمها، فلا مانع أن تتزوجها وإن كانت أختا لأخيك من الرضاع، لأن الحكم يقتصر على الراضع فقط ولا ينتشر على إخوانه. نعم.